السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل جدول بالاتصالات، فالطريقة العادية ان انا هاجي هنا عند ريجنت واقول له اوكي، وبعد كده ابدأ اكتب الاختصار واكتب قدامه الاختصار ده عبارة عن ايه، او اكتب رمز واكتب قدامه الرمز ده عبارة عن ايه. يعني من قائمة انوتيت بقول له انا عايز مثلا اكتب تكست، واقول له التكست دي مثلا AR، وبعد كده عندي خانة تانية اهيت دي اللي هكتب فيها ال AR هتبقى architecture مثلا، وبرضه اضبط دي قدام دي مثلا اهي ال DR هتبقى اختصار ايه، ال WA هتبقى اختصار ايه. الاختصارات كلها تبقى مكتوبة هنا، طبعا دي بنبعتها مع اللوحة بحيث تبقى مفهومة. تمام، طيب يعني باجي اسحب الليجند واحطه هنا، فده بيسهل عليا ان انا افهم اللوحة دي بتاعي دي. طبعا كلمة ليجند دي بحاول اشيلها، فباجي هنا بقول له نو تايتل وتبقى الاختصار بشكل ده. هل في طريقة اسهل من كده؟ اه، في طريقة اسهل من كده، ان انا اعمل سكادول وهمي واحط فيه الاختصارات كلها. هاجي هنا اقول له نيو سكادول، واقول له مثلا انا عايز اخليها للجنريك موديل، وما فيش عندي اي مشكلة ان انا اكتب اللي انا عايزه، يعني اكتب اي اختصار انت عايزها، مجرد ان اختار التخانة كده بس. كل اللي انا اعمله ان انا اخليها سكادول كي، تمام، واسميها مثلا اختصارات، واقول له اوكي، هيفتح لي الشاشة ده الكي نيم، وممكن تحط قدامه اي كومنت او تعمل خانة خاصة بيك نيو بارامتر، وتخليه كومن وتخليه تكست. بالشكل دوت اهو، وهتبدأ بقى تحط القناة اهي، وهتيجي هنا تقول له مثلا ال AR اختصار architecture، ال ST اختصار structure، ال MEB اختصار mechanical electrical plumbing. او اي اختصارات مثلا اي بي اختصار كذا، كل الاختصارات اللي انت عايز تحطها تبدا تحطها هنا، وده موجود في سكادول. وبعد كده مثلا هنا تروح ساحب السكادول دوت من هنا لهنا، وتبدا تغير اسم كده. بقى عندي حاجه فيها الاختصارات او فيها رموز او فيها ان كل حاجه معناها ايه في الخريطه ديت. يعني على سبيل المثال ممكن تلاقي مثلا هنا في اختصار معين مثلا وليكن مثلا فلور مثلا مكتوب اف ار، تروح اكتب ان فلور الاختصار بتاعها كذا. فتقدر تعمل جنريك، تقدر تعمل ملحوظات جنرال نوتس عادي جدا بشكل منظم بشكل جدول بشكل شيك وسهل التحكم فيه.